الاولانيه قال لك عضو في اتحاد الكوره، كان يقصد الاستاذ حازم الهواري، قال في يوم من الايام طول ما انا موجود في اتحاد الكوره مش هتاخدوا بطوله. الكلمه دي نقلها عنه الله يرحمه سامي العدل، ولا ما قال اوكي، وقال لك كررها على اسماعيل رحمه الله على الجميع. كابتن علاء اسماعيل وسامي العدل اتنين زملكاويه رحمه الله على الاثنين. الزملكاويه يعني ده علاء اسماعيل اللي عمله مع النادي الاهلي وهو هناك في اكثر من قضيه رياضيه، وكان محمد عبد الوهاب اخرها قضيه محمد عبد الوهاب وغير محمد عبد الوهاب، وكان بيدافع عن حق الانديه الاماراتيه ضد النادي الاهلي بيضربه، لدرجه ان انا قابلته مش عايز اقول انا قلت له ايه رحمه الله عليه. رحمه الله عليه. فما تستشهدش والنبي بواحد يعني. بس هو الاستاذ عصام سالم زي ما انت بتقول كده، احنا انا كنت قايسه زي ما انت شايف كده الموزون الرصين الزملكاوي الهويه، ولكن يبدو ان المسؤوليه لازم بتدي لك نظاره التعصب، انك تشوف حاجات ما بيشوفهاش غير الذين يتولون مسؤوليه توجيه الجماهير. ودائما التلويح بجماهير، ودائما يا اخي شوف التناقض، اما يتكلموا يقول لك جماهيرنا اكبر، لكن لما ييجوا بقى يتكلموا على المزاج العام، مصر بتعيش حاله من السعاده، الوزير الزملكاوي ربنا يمسيه بالخير خالد عبد العزيز قال كذا، وجهان السادات قالت لمين؟ قالت لك يعني انا مش عارف. انا كل اللي شفته ان بعد السادات، انا شفت في بعد ماتش السوبر ولا كان لسه قبل السوبر، كان كابتن جوهري ماسك وكسب بطوله، يبدو انها كانت بطوله افريقيا، و الله يمسيه بالخير الاستاذ جمال مبارك عمل في تكريمه لنا الزمالك، قال لهم انا كزملكاوي متعصب. ما انا هحكي لك بقى باللقطه عشان ما كان قاعد كده ما حدش كان يعرف يا لسه هويه اهتمامه. عزمهم في احد الفنادق في الزمالك، قاعد بظهره كده، جاله المقدم البرنامج استاذ جمال ايه سر اقامتك لهذه الحفله؟ راح متضاير قال له انا كزملكاوي متعصب. اعلى يعني حازم الهواري يستطيع ان يتفوق على نفوز علاء مبارك اللي رئيس شرف الاسماعيلي وجمال مبارك انا اهلاوي متعصب، وطبعا ربنا يديمه الصحه جماعة، ومدام سوزان اللي اكثر من مره قالت احنا كلنا في البيت زملكاوي ما عدا رحمه الله عليه الطفل. فما تجيش تقول لي ان حازم الهواري صاحب نفوذ اكتر من كل دول اللي كان بي 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 يعني ما فيش قضيه للنادي الاهلي قدر ياخدها في اتحاد الكوره. يعني هو في اكتر من انك انت تكسب في الاتحاد الدولي في قضيه حسني عبد الرب وفي الكاس، وبعدين يتقال لك مبروك حول الفلوس وتحول الفلوس ويجي لك الاستغناء، بعدين اتحاد الكوره يمشي كل ده يتلغي ويرجع بارادتنا برغبتنا برضه، لان الكابتن حسن قال انا مش هتمادى، انا هتمادى مع ستراسبورغ، لكن بالنسبه للكابتن حسني احنا خلاص قفلنا الصفحه دي، لان هو قال انا مش عايز اكمل واحنا خلاص هنحترم هذا. كان اثبات حق. اللي يجي يقول لك حازم الهواري اقوى من كل الحدوته دي، اقوى من ايمن يونس زميله في المجلس، هيعمل ايه؟ ايمن يونس يا راجل، ده انا كنت عضو مجلس اداره كان في سبعه من الزمالك، ممدوح حباس واستاذ ممدوح عباس وايمن يونس وفيكن وطارق غنيم والوزير اشرف صبحي وطارق غنيم، وقال لك عادل كان بيعمل ويساوي يعني. انما هي عايز انتوا سته لواحد يا حبيبي، هي عايز كده. هي وده مره وانا مدير نادي يعني قالوا برضه صحر الهواري وحازم الهواري خدوا الحكام وطلع بيهم حكام الفرنسيين، لا قال لك في احد انديه التجديف على النيل امام الشيراتون ومصورينه فيديو. رحت طالع انا قلت لهم انا عايز اشتري الفيديو ده اللي يجيبه لي هديله 10,000 جنيه من جيبي. ليه؟ لان ده هيفضل يهددني طول عمري، انا عايز الفيديو ده يا جماعه هدفع فيه. راح قابلني الصاحب دمه خفيف رحمه الله عليه، قال لي يا راجل انت بتاخد بالك من الكلام ده؟ ما احنا بنقول قلت له خلاص وزبت. انت ايوه بس الكلام ده بيعلق عند الناس بالظبط.